اهلا بيكم في قناتي دودي موريس او دودي فاشن. والنهاردة هنعمل موديل مشترك بين موديلين لبلوزات مختلفة. الموديل الاول بتاعنا اللي ظاهر على الشاشة قدامك والموديل الثاني اللي هو ظاهر ده. انا عايزة اخد الموديل الاساسي اللي هو الكتف وكتف من الموديل ده وهعمل الكتف الكسرات من الموديل الاولاني هحطه في البلوزة بتاعتي. يعني هعمل مزيج بين موديلين لبلوزتين مختلفتين مع شكل جديد لبلوزة جديدة هنعملها النهاردة. اهلا بيكم في قناتي ويلا بينا نبتدي. ان الاول هنعمل بطرون على الورق علشان خاطر الكتف الكسرات ده. انا عندي كتف متفرغ، كتف فاضي مفهوش كتف، متشال مقصوص، وعندي كتف كسرات. طب هل ينفع يا مدام وداد نعمل الاثنين على بطرون واحد؟ لا مش هينفع، انا عندي فيه كتف لازم يحصل فيه تشريح وكتف لا، يبقى لازم اشتغل البطرون بتاعي على ورق وبعد كده ابتدي اشرح واحط على القماش. هنبتدي الاول حاجة عندنا بالمقاسات العادية خالص اللي هي بتاعة الموديل بتاعي. اول حاجة عندي هشتغل دوران، احنا قلنا الف به بطرون هو اللي احنا هنعمله، دوران الرقبة 8 × 8. طبعا هتقولي لي بتشتغلي بالمارك ليه؟ هقول لك ان هو بيشتغل معايا كويس خالص على الورق، وطالما شغال خلاص مش محتاجه اعمل مش محتاجه ان انا اعمل اجيب قلم او الى اخره. عرض الكتف عندي 20 سنتي كده، انا هشتغل بطرون اكمني شغاله على القماش بالظبط. تمام، نزول الكتف عندي 22 سنتي، كده، والدوران بتاع الكتف عندي كده. عندي دوران الصدر 105، هشتغل على 26.5، هشتغل كده. عندي دوران البطن 92، هشتغل على 23 سنتي او 23.5 كده بدون بنس. ودوران الهانش عندي 108، هشتغل على 27 سنتي. دي كده البلوزة عندي. البنس عندي انا هنا هعمل مش هعمل بنس للبلوزة علشان خاطر انا في كتف هيبقى فيه كسرات مدي وسع، والجنب دي انا هدي فيه كشكشة خفيفة هتساعد معايا الراحة للناحية التانية من الصدر. تمام، يبقى كده انا هعمل الراحة البراح بتاع البلوزة كده، وهشتغل بلوزتي عادي جدا. ده البطرون بتاعي الاولاني اللي هشتغل عليه الامامي والخلفي، وبعد كده كده دي البلوزة الاساسية عندي. تمام، يبقى كده عندي الناحية من الكتف وعندي ناحية من الجزء اللي انا هعمل تفريغ عليه. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ الجزء ده كده الاثنين زي بعض بالظبط، الاثنين امامي عندي، انا عايزه اعمل الناحيه منهم اللي هي الكتف اللي هو ساقط، الكتف الساقط كده. هبتدي انزل 5 سنتي، هبتدي انزل 5 سنتي كده، وابتدي اخد كده هنزل ال 5 سنتي اللي انا عايزه انزلها اللي هي السقوط بتاع الكتف كده، وهبتدي اخد من دوران الرقبة كده. ده هيبقى عندي كده الشكل اللي هو الكتف اللي ساقط كده، وهنا هيركب معايا الكم، والكم برضو هيبقى ناقص منه الجزء ده اللي هو فيه السقوط بتاع الكتف. تمام، وهيبقى فيه هنا حمالة اللي هي الحاجات اللي هي تبقى فيه سواء فيها توك فيها الماس فيها الشكل ده. تمام، ده الكتف الاولاني بتاعنا كده هنركنه. هنيجي للكتف الثاني، انا عندي البلوزة اهي، عندي البلوزة اهي كده،
طبعا هي مش هتبقى مفتوحة، البلوزة مقفولة، بس احنا عملنا الورق نصين كده، هنلزقها هنا ببلاستر بس بعد ما اخلص التشريح بتاعي. تمام، ادي كده الجزء الثاني، الجزء الثاني من البلوزة كده، الجزء ده اللي هيعمل فيه، هنعمل فيه التشريح هنا. تمام، هنشيل ده وهبتدي. انا عايزة 3 كسرات، 1 2 3. كده هنجيب ورقة جرنان تاني. طبعا احنا بنستعمل ورق الجرايد، انا من اول ما ابتديت القناة وانا مش عايزاكي تتعلمي الخياطة بصعوبة، كل حاجة اسهل حاجة ممكن تتعلميها اتعلميها عادي، سواء بورق جرايد، سواء عندك ورق بتاع رسم، سواء يعني ما تشتريش الافرخ اللي هي بتاعت التفصيل، ما تعمليش حاجة تكلفك زيادة. تمام، هبتدي افتح الكسرات بتاعتي كده، لو انت حبيت الخياطة هتتعلمي كل حاجة بمنتهى البساطة اهو. وادي الكسرة التانية، وادي الكسرة التالتة. هبتدي افرغ الجزء ده، هاتني كده، ادي الكسرة الاولى، وادي الكسرة الثانية، وادي الكسرة الثالثة. ادي الكتف رجع عندي سليم زي ما هو، ما فيهوش اي حاجة. هبتدي اشيل هذه الكتف عندي اللي هو هيبقى فيه الكسرات. تمام، هبتدي اطبق ده على القماش، وابتدي اطبق القماش بتاعي، ونبتدي نرسم البلوزه بتاعتنا سيمفونيه حلوه بجزئين من الاجزاء بتاعه البلوزه عندي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل كده، اشيل ده واطبق القماش بتاعي ونرجع لبعض بسرعه. فردنا القماش بتاعنا، انا مش هطبق، مش هيبقى فيه 2، لاني انا كل جنب من البلوزه ليه بطرون مختلف. هبتدي اعمل كده البطرون بتاعي، اول جزء اهو، ده الجزء اللي هو الكتف اللي فيه كسرات اللي هو الكتف اليمين كده. هعمل طبعا انا عندي جزء في البراح هنا اهو ده كده، وهبتدي ادبس البطرون بتاعي. كده وابتدي ارسم طول البلوزة عندي 60 سنتي لحد هنا. ده الجزء الاول بتاع البلوزة. طبعا انا ما عنديش خط نص، انا برسم كده بس عشان خاطر ابقى عارفة الجزء بتاع البطرون بتاعي فين اهو. هثبت ده وهسحب القماش بتاعي كده وابتدي احط النص التاني من القماش. طبعا انا عندي هنا الجزء ده متشال اهو، بحط ده مع ده، بس بفرده الاول واتاكد ان دورانات الرقبه عندي كله تمام، هو هو نفس اللي انا عاملاه اهو كده، وابتدي اشيل الجزء ده. بس ادي كل الحدوته
في البلوزة بتاعتي لما أنا بختار موديلين مع بعض أعمل منهم موديل واحد، أبتدي أشتغل على الورق ومن الورق أبتدي خطوة خطوة أنفذ الموديل بتاعي عشان ما أغلطش. أهو أدي عندي كده، أدي بمنتهى البساطة البلوزة اترسمت معانا كل الحكاية. البطرون أنا أهو، أنا عندي هنا أدي السماح بتاعي وأدي البلوزة بتاعتي. ادي البلوزه خلصت، ابتدي اقص البلوزه بتاعتي، وبعد كده ابتدي اعمل الظهر. كده قصينا الامامي بالبطرون بتاعه بالطريقه بتاعته كده. هعوز الجزء ده عشان اقص عليه الظهر يبقى قده بالظبط، وهبتدي اطبق القماش للظهر عشان خاطر عايزه اعمل سوسته خلفيه، يبقى هبتدي اطبق القماش نصين. نطبق القماش ونرجع لبعض بسرعه. كده طبقنا القماش على اتنين عشان خاطر اعمل سوسته هنا، وهبتدي احط نص البطرون عندي كده اظبط، واسيب الاتنين سنتيم بتاعت السوسته، امسك بدبابيس كده وابتدي اقص البلوزة بتاعتي. الطول عندي 60 سنتي، هي كده. وابتدي افرغ كده. قصينا الظهر، هناخد شريط بالوربة عشان خاطر نعمل جزاف او مرض للجزء اللي هو بتاع الرقبة، الدوران بالكتف هنا. فاضل ايه عندي؟ فاضل اعمل الكم وابتدي اوريكي نفس المسافة اللي احنا خدناها من الكتف كده. الم البلوزة وابتدي اطبق القماش عشان اعمل الكم عندي، وهوريكي الكم الشمال لازم ناخد نفس الخمسة سنتي اللي نزلناها لسقوط الكتف عشان نخلي الكتف ساقط مفوش خياطة، اللي هو زي ما شايفينه في الصورة. هبتدي اطبق ده واشيل من الكم الشمال نفس الجزء اللي احنا شيلناه. نطبق القماش ونرجع لبعض. كده طبقنا القماش على اربعة، الناحية اللي فيها المتنية دي هي اللي هتبقى من فوق، والناحية المفتوحة اللي فيها الخياطة هي اللي من تحت. انا عندي عرض الكم او دوران الباط 22 سنتي، بعمل المستطيل اللي هشتغل عليه الكم 22، وهبتدي اخد الدوران بتاع ال 22 كده بزاوية لحد ما يجي معايا هنا كده. النص بتاعها بعمل كده اهو، ده هنا النص، بطلع كده سنتي وبنزل هنا سنتي، وباخد كده. ده الكم عندي بمنتهى البساطة، بثبت وافرغ كده. قصينا الكم بتاعنا بمنتهى البساطة، نطبق كده ونقعد على المكنة ونلم البلوزة، نلم البلوزة بتاعتنا بمنتهى البساطة ونشوف هنعمل ايه فيها. يلا بينا. كده حبايبي قعدنا على المكنة. اول حاجة هعملها هبتدي اجمع الصدر عندي، اعمل الكسرات وارجع الزيادات اللي احنا عاملينها للكتف كده. هاخدها كده ثلاث كسرات كده، رجعوا لأصلهم تاني. وابتدي اخدهم على المكنة عشان يثبتوا معايا اهو.
دي اول حاجة عملتها اهو. هتعامل مع الكتف عادي خالص، اكمنه الكتف عادي، انا مفيش عندي كسرات ولا في اي حاجة. هبتدي اعمل ايه كمان؟ ابتدي الم الظهر واركب السوستة عندي. خلي بالي عندي هنا في عندي حردة لأول جزء اللي هو بيبقى من الخلف كده اهو. هبتدي احط اقفل البلوزة من تحت الاول كده، واخلي الجزء اللي هنا هو انا اللي عارفة كده ان هو ده اللي طالع معايا في الحردة اهو. هقفل كده البلوزة من هنا وبعد كده اركب السوستة. هبتدي اركب السوستة بتاعتي. بحط وش السوستة على وش القماش كده وابتدي اثبت. وابتدي الناحية التانية بنفس الطريقة. كده السوستة خلصت. هجيب الامامي والخلفي وابتدي امسكهم مع بعض. هنا الكتف الكامل هنا اهو. وابتدي اقفل البلوزه مع بعض عشان ابتدي اتعامل مع الدوران اللي هو بتاع الفتحه بتاعتي. كده قفلنا كتف، والكتف الثاني احنا عايزين نعمل كشكشه خفيفه خالص، حتى لو هي تشريب بالابره علشان خاطر تريح معايا الجنب الثاني في الستر. كده هبتدي اقفل الناحيه الثانيه. اظبط الكشكشه بتاعتي كده التشريب اللي انا عاملاه. عادي البلوزة بتاعتي اهو. ادي الكتف
ادي الكتف بالكسرات اهو، وادي الكتف اللي هو نزل. هبتدي اظبط الزوايا اللي عندي كلها. كده كده وهجيب الكم بتاعي. احنا قلنا نزلنا من الكم عشان يركب هنا، الكم اللي هيركب هنا هينزل برضو 5 سنتي. الفكرة ايه بقى؟ تعالي نفهمها مع بعض اهو. ادي الكم عندي وادي الباط، يا رب تكون واضحة معاكي اهو كده كده اهو. فهنا ال5 سنتي بتاعتي هي اللي هتديني الكيرف اللي على الكتف علشان خاطر يدي الشكل اللي احنا عايزينه اهو كده. الجزء ده الجزء ده هو اللي احنا شلناه من الكتف هناك، فبالتالي هاخد ده يتقص ده ويتاخد الجزاف واحد لافف الكتف ولافف ده. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نقفل الكم ونبتدي نركب ده معاه. يلا بينا كده خطوة خطوة. يلا كده هبتدي اجيب الكم عندي وهبتدي امسك نهاية الخياطة كده اهو. كده كده بداية الكم عندي مع بداية الاوف شولدر المعمول او الكتف المفتوح اهو، وادي ال5 سنتي بتاعتي اهي. كده والكم التاني هيركب عادي. دي فكرة البلوزة بتاعتنا النهاردة، احنا بناخد الموديل اللي احنا عايزينه وبنلعب فيه براحتنا، نعمله بشكل او بطريقة مناسبة لينا. ممكن ناخد من موديلين اتنين ونختار نعملهم واحد بس، ناخد حاجة من هنا وحاجة من هنا، المهم انها تكون متناسبة وتكون شكلها ظريف وتدي منظر حلو معانا، ما يبقاش في حاجة مش مظبوطة. الكم التاني اللي هو الكم اليمين عندنا ده هيبقى راكب كامل اهو. انا مسكت خياطة تحت الباط مع الخياطة اللي هنا مع نهاية الكم، وهاجي هنا النص بتاع الكم، النص مع الكم هيركب مع خط الكتف. الكم سادة مفهوش اي حاجة، مفهوش كسرات، مفهوش اي حاجة اهو. هبتدي بقى اركب الكم عندي كده. هادي الكم التاني عندي شكل البلوزة اهو.
ادي الاوف شولدر اهو، وادي الكم راكب عادي خالص. ايه فاضل عندي تاني؟ فاضل عندي اعمل الجزاف او المرد اللي احنا عاملينه بالورد، وبعد كده هبتدي اركب الحمالة او المكان الكتف عندي بالشريط اللي هو الالماس ده. في ناس حابة تعمل شريط قماش وتحط فيه توك برضو الماس، باي طريقة كانت ممكن نعمل واحد وممكن نعمل اتنين مع بعض جنبه بعد كده، هيدي برضو شكله ظريف. هنبتدي نوصل الشريط بتاع المرد ونرجع لبعض بسرعة. كده عملنا الشريط، هنبتدي ناخد المرد او الجزاف بتاعنا. هنبتدي من اول السوستة كده، هعمل عدلة الشريط على عدلة القماش عشان لما ارد يترد من جوه هيبقى شكله نظيف. هبتدي من اول السوستة هنا، ادي هنرد كده كل المرد ده، هناخده سراجة. وبعد كده عندك اختيارين، الاختيار الاول ان انت تعملي كده، تعملي كده ويتاخد خياطة ويبقى ظاهر، او نعمل هنا اوفر ونلزق ده بالمكوة. تمام، عندنا الاختيار ده وعندنا الاختيار ده. كده البلوزة بتاعتنا، كده البلوزة بتاعتنا هنرد ده سراجة ونرجع لبعض بسرعة. ادي شكل البلوزة بتاعتنا بعد ما عملنا المرد، وادي الاوف شولدر اهو، الاوف شولدر بتاع الكم، وادي الكم عندنا. وهنا الحمالة سواء هنعملها بتوك او بالماس او بشريط من نفس القماش. هنا عندنا الشريط دي شريط الماس متر حوالي ب60 جنيه، مش غالي. ودي فكرتنا النهاردة ودي البلوزة بتاعتنا. اتمنى تكون الفكرة سهلة وبسيطة لحضرتك، وشكرا لكل حد انتسب للقناة، وشكرا لكل تعليق او كومنت بتكتبوه للاستفسار او للتعليق على الفيديوهات. اتمنى تكون فيديوهاتي سهلة وبسيطة عليكم وتتعلم الخياطة معايا خطوة خطوة بمنتهى البساطة. من فضلك لايك وشير على الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. عندنا بلوزات متنوعة واشكال كتيرة، صورية وحاجات كتيرة نازلة معانا، وهننزل مجموعة اطفال كمان، وفي سلسلة كاملة تنزل لتركيبات المكنة وادوات المكنة والدواسات والحاجات دي كلها. من فضلك لو فعلا الفيديو يعني عامل معلومة مفيدة لحضرتك، اعملي لايك وشير ليه عشان خاطر يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لحضراتكم ونورتوني.